الحمد لله ربنا النهارده انقذنا من حادث اليم كان هيحصل، والحمد لله ربنا نجانا بسبب يقظه بعض الناس. فخلينا نشكر الناس اللي كانت السبب، ربنا جلاها السبب انها تمنع هذه الكارثه. كان في قطرين هيلبسوا في بعض فهمي رسمي نظمي حلمي. خلينا نشوف الفيديو ونشكر الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى جلها سبب انها تنقذ هذه الارواح النهارده. يا اسطى بقول لك ايه، انا بحمد ربنا واحد الله. طب يا اسطى بص على نفس السكه، كنا دلوقتي ميتين على سكه واحده يا جدعان، ما بتحصلش غير في مصر، ما بتحصلش غير في مصر. صالح بس يقول لك ادي 25 في تذكرتك. الحمد لله الحمد لله. ايه انت تريد اركب قطر؟ يا ريتني ما ركبت يا عم. ادي القطر، احنا بيتين اللي هو ايه بقى؟ لو ربنا الحمد لله لطف ربنا، لطف ربنا ده طبعا قطر اليوب، لطف ربنا لو الاثنين بقى ماشي بالقطر مش واخد باله انه يعني حضرتك معروف ان القطر بيمشي على قضبان مش بيشوف المقابل، فماشي هوب راح لابس في اللي قدامه. ربنا كرم الاثنين السواقين دول انه شافوا بعض انهم جايين فوقفوا بعيد عن بعض على قضبان واحده. ده طبعا تقول لي مين المسؤول عنه؟ ولا حد. لا يعني يا راجل يا راجل، ده كلام برضو، ده كلام برضو يا معلم. انت عايز مثلا تطلع الاستاذ كامل الوزير سياده الفريق زي الكابتن ايهاب جلال؟ ايهاب جلال اتغلب ماتشين روح لامك، لكن كامل الوزير يتعمل 9000 مصيبه ما يعني ما حدش يقدر يكلمه. بل بالعكس، اليقظه زي ما انت شفت كده، يقظه السائقين هي السبب الحمد لله. السائقين اتوقفوا على العمل. تعالى انت هو قال انتوا ما عملتوش حادثه ليه؟ انت ما عملتش حادثه انت هو ليه؟ ها ما عملتش حادثه ليه؟